مرحبا شباب وصبايا، في محاضرة هلأ؟ المفروض للدكتور ما أجل. مع السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام دكتور. نحمد الله الحمد لله رب العالمين. الصوت واضح؟ نعم واضح دكتور. طيب بس سمحتوا عشان ما يصيرش عندنا ايكو ولا صدى بالصوت، اذا سمحتوا تسكروا المايك اللي بس تفتح المايك لما يكون بدك تحكي. مين هي حنان؟ حنان دكتور. حاضر حاضر. قبل ما اعمل لك ميوت بالمره. ايوه تمام. ترفعوا الايد اذا بتحبوا تسالوا عن شيء، ارفع ايدك يعني ارفعوا الايد باللي موجود عندنا. المايك بس بتفتحوا لما تحكي، لما تخلصوا يعني بليز انه نسكر على الاقل. طيب طلعت عندنا هلا شاشه، شايفين الباوربوينت اللي طلعت عندنا؟ حدا بس يجاوبني عشان اعرف الامور. اني انا ظبطت الشاشه قدامي، انا بحبش دكتور. بس اغلبك هاي شعبه اربعه؟ بعرفش. اي ثينك انه رقمها اربعه، يعني رقم الشعبه. اي ثينك انه الشعبه اربعه. طيب واضحه عندنا هلا الباوربوينت، الصوت، نبلش تسجيل. واضح تمام. واضح. حدا عامل لي ستارت ريكوردنج بدون ما انا اعمل هي؟ كويس. حدا فيكم هي داخل نشيد؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء اهلا وسهلا بكم بماده الجي ار 118 مهارات الحياه والتعايش. يعني ان شاء الله بنتمنى بهي الماده من المواد الجديده اللي بلشنا نطرحها بالجامعه، بعيد عن النمط العادي اللي احنا متعودين عليه او اللي تعودتوا عليه، نمط التلقين او نمط المعلومات العلميه. الهدف من هاي الماده انه تعلمنا بعض المهارات اللي المفروض انه احنا نكتسبها خلال حياتنا الجامعيه كطالب جامعي، يعني اكتسب هالمهاره. ويفضل او يستحسن او انه يكون لحسن الحظ انه ليدر اون بحياتنا العاديه نقدر نستفيد من هالمهارات اللي قدرنا نتعلم عليها، نقدر نحاول نتطور فيها حتى على الاقل، نتطور نقرا اكثر عنها، زي ما رايحين نشوف هلا من البدايه واحنا بنعرف بالمهاره انه هاي اشياء ممكن احنا نتعلمها، فممكن انا تكون ما تكون موجوده عندي، لكن هلا تشعر انه في حاجه الى هالمهاره المعينه، تبلش تبحث انت بطريقتك الخاصه، انت او انت بطريقتك الخاصه تبحث عن معلومات، عن دورات، عن اشياء مساعده حتى تنمي هالمهاره وتقدر تستفيد منها بحياتك العاديه. هلا اولا يعني كتعريفات، يعني انتم عارفين انه انا بحبش التعريفات كثير، لكن جزء من حياتنا احنا انه كبني ادمين دائما بنحب نعرف كل شيء، دائما بنحب نشوف تعريف لكل شيء. هلا مثلا المولود اول ما ينولد شو بكون اول هم عندنا؟ شو بكون اول شغل عند الكل دائما؟ تسمع انه في حدا انولد جديد، في طفل جديد مولود، طفل او طفله، نسميه الاسم. ليش نسميه بسرعه؟ بنكون مستعجلين انه بس نعرف انه ذكر او انثى، بس نعرف انه ولد او بنت، ذكر او انثى. القصه الثانيه اللي بتبلش عندنا على طول، السؤال الاول اللي بيسالوه 90% من الناس ايش اسمه؟ كتعريف الاسم هو عبارة عن تعريف، بدنا نصير نعرف الشخص ونعرفه من خلال اسمه، نتعرف عليه من خلال الاسم. وبالتالي رح نبلش بهالمادة اليوم، رح نبلش بتعريف نعرف ايش المهارة، ايش تعريف المهارة، ونفرق نسمع احنا مصطلح المهارة، ونسمع مصطلح القدرة، ونسمع كلمة ثانية حدا بيحكي لنا المعرفة. كثير مننا بنستخدمهم وكثير من الناس بيستخدموهم، حتى المختصين بيكون يستخدم المهارة والقدرة والمعرفة كأنهم بيعنوا كلمة واحدة. بالواقع إنه كل واحدة فيهم عبارة عن عالم مختلف عن الآخر. فلو نطلع على المهارة كتعريف، كتعريف بسيط، تعريف بدائي بسيط، تحكي لنا المهارة هي عبارة عن التمكن من إنجاز مهمة
معينة بكيفية محددة وبدقة متناهية وسرعة بالتنفيذ. فلاحظ كم مرة كم الكلمات البسيطة اللي أعطتنا، زي كم شرط أعطتنا عشان أنا أحكي عن شيء إنه مهارة. يعني فعلياً التعريف ما أعطاني تعريف لمهارة بقدر ما أعطاني وصف لشيء معين بشروط معينة. فهو حكينا عن المهارة، بحكينا عن المهارة إنه في عندنا مهمة معينة، عمل معين بدنا إحنا يكون عندنا الهدف الأول وننجز المهمة. مش بس ننجزها، في كيفية معينة، في طريقة معينة ننجزها بطريقة معينة، طريقة محددة، محددة إلنا سلفاً، مديرنا محدد لنا إياها، أو العلم اللي إحنا فيه، الفيلد اللي إحنا فيه محدد لنا طريقة معينة كيف ننجز هالمهمة. فصار عندي مهمة بدي أنجزها. رقم اثنين إنه في عندي كيفية، في عندي طريقة المفروض إني أنا أتبع طريقة معينة حتى أنجز هالمهمة. كمان أنا مسؤول عشان أحكي عن حالي إنه عندي مهارة إنه يكون إنجازي لهالمهمة بدقة، يعني أنجزها بدقة بمعنى إنه أنجزها صح، ويفضل إن أنجزها صح من أول مرة، الدقة تكون عالية، الخطأ يكون عندي خطأ إما غير موجود أو الخطأ بنسبة قليلة جدا. وكمان المهارة بتتطلب كمان عندي عشان أحكي عن حدا إنه عنده مهارة يكون في عنده سرعة في تنفيذ هالمهارة. باللغة العربية كثير من الكلمات اللي ممكن إحنا نتطلع عليها كلمات مساوية أو كلمات مرادفة لكلمة المهارة، بيحكي عن الحذر والإتقان، بيحكي عن الإبداع، مع إنه في فرق كمان شوي رح نشوف إنه في فرق الإبداع والبراعة، كلمتين متساويات نوعا ما ممكن نحكي عنهم مهارة، لكن مش بلزمهم إشي أكثر من المهارة عشان نحكي عن إبداع وبراعة. ممكن أحيانا بعض الناس يحكوا عنها خبرة، تفوق، إجادة. طيب هلا حكينا إنه في عندي مهارة، في عندي قدرة، في عندي معرفة. إيش الفروقات اللي بينهم؟ كيف متى بحكي عن حدا إنه حدا عنده مهارة، حدا عنده قدرة، أو حدا عنده معرفة؟ عرفنا المهارة إنه نحكي عن تمكن من إنجاز مهمة، يعني هذا كتعريف مبدئي إنه أنا أتمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة بدقة وسرعة بالتنفيذ. لاحظ القدرة، لما أحكي عن شخص عنده قدرات أو عنده قدرة، أو أطلع على القدرات، القدرة بدي أعرفها كتعريف، إيش بتعني للقدرة؟ القدرة بتعني عبارة عن استعدادات فطرية، مواهب، ملكات مولودة مع الإنسان، يعني بمعنى إنه قدراتك أنت تولد معك. فأحياناً حدا بيكون عنده، لما نطلع على لاعبين كرة السلة مثلاً، إيش بتميزه لاعب كرة السلة؟ الميزة الأولى لاعب كرة السلة عشان أصنف حدا إنه لاعب كرة سلة، ممكن طول تقريباً، طويل صح؟ آه. إذا حدا صنف عندي أو شفنا حدا طويل، معناته هذا حدا نحكي والله هذا مؤهل عنده، أو عنده مؤهل أو عنده قدرة إنه يلعب كرة سلة. لاحظ الطول إلك علاقة فيه أنت كشخص، إلنا علاقة بالطول إحنا كأشخاص؟ لا طبعاً، بغض النظر عن كل الخرافات اللي نسمعها مثلاً، إذا بدك تطول تأكل مع كورونا، مزبوط صح ولا غلط؟ هذا لا طبعاً، طبعاً هذا الطول عبارة عن شيء، عبارة عن أشياء تولد مع البني آدم، هي فطرة، جينات مع البني آدم، إحنا ما إلنا دور فيها. I think إنه يعني إذا قصدك زي وراثي دكتور. تمام، عوامل وراثية أحياناً، أشياء موهبة من الخالق أحياناً، مش بس الطول إنه عوامل جينات، أشياء بعطيك إياها موهبة من الخالق، إنه في ناس بيكون مولود معه ملكة معينة أو موهبة معينة، بعيد عن الطول وبعيد عن بعيد عن موضوع الطول. مثلاً الناس اللي بيكتبوا شعر عنده قدرة، نحكي عنه عنده قدرة على كتابة الشعر، مظبوط؟ الناس اللي بيحكوا أكثر باللغة العربية شو بيحكوا؟ عنده ملكة الكتابة الشعر، مظبوط؟ اللي هي مهارة اكتسابية نحن نحكي لها. نوع منها ممكن أطلع على، في ناس يولد بدون ما أنا أعمل له ولا شيء بيكون قادر، زي الناس اللي كانوا موجودين، العرب اللي موجودين بالصحراء بالأصل، هم كانوا أصل اللغة العربية والشعر، لكن يروحوا على مدارس ولا على جامعات، مظبوط؟ من وين إجاهم هذا؟ قدر، عندهم ملكة، إجت حدا مولود ومعه الملكة. ممكن اثنين يولدوا بنفس المكان، واحد بيقدر يكتب شعر واحد ما بيقدر يكتب شعر، فهذا عبارة عن موهبة. هذا اللي بنقصد فيه القدرة أو الملكة، شيء بيجي معك، شيء أنت ما إلك دور فيه، إشي بيجي بالفطرة مع البني آدم. هلأ ممكن هذا الشيء اللي بيجي مع البني آدم بالفطرة، ممكن إحنا إيش اللي بنقدر، الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله مع هذا البني آدم اللي بيكون عنده قدرات معينة، بيقدر ننمي هاي القدرات، ننمي القدرات، تنمية القدرات. يعني مثلاً أنا شفت حدا طويل، مش كل الطوال بيعرفوا يلعبوا كرة سلة، متى حدا بيكون طويل وبيقدر يلعب كرة سلة؟ إذا أنا قدرت إنه هذا الشخص إيش عمل فيه؟
خليه ينتسب لنادي، ياكل اكل معين، يتمرن تمارين معينه. لاحظ انه انا عنده مهارات دكتور، يعني الموهبه موجوده، لكن انت بلشت تنمي بهالموهبه اللي موجوده عنده حتى يصل انه يكون حدا، نوصل بحدا نحكي عنه انه عنده مهاره، انه ماهر بلعبه كره السله. فلاحظ لو بدي اطلع على القدره والمهاره في فرق بينهم، او في شيء يعني في رابط معين، انه انا ممكن يكون عندي قدره بزياده التدريب والتمرين تتحول لمهاره. تمام؟ فيعني لما انا احكي عن مهاره، المهاره دائما بتكون مقرونه بشيء اسمه تدريب وتمرين. في تطوير، في تدريب، في تمرين، في اشياء انا لازم اعملها على الشخص حتى يصير عنده مهاره معينه. وضح الفرق بينهم؟ وضح دكتور، وضح. هلا نيجي على ايش؟ على المعرفه. لما اجي اطلع على حدا نحكي عن حدا انه حدا عنده معرفه، المعرفة مبنية على إيش بتكون بالعادة؟ على حصيلة تراكمية من المعلومات النظرية اللي درسها الفرد. أنت كيف تحصل على المعرفة؟ بتحصل على شهادة هلأ من الجامعة، شهادتك عبارة عن شهادة معرفية، أنت عمالك بتحصل مواد مختلفة في علوم مختلفة، لكن أنت عمالك بتركز على شو؟ على تخصص معين، بتحاول تحصل على كل المعلومات النظرية، على الأقل النظريات والدراسات، وبتدرس مواد مختلفة وكتب مختلفة حتى تحصل على معرفة بهالتخصص اللي أنت موجود فيه. لاحظ هلأ إذا بدنا نتطور شوي بتعريف المهارة عن التعريف الأول اللي بلشنا فيه، بيحكي لنا عن المهارة أنه عبارة عن حصيلة. بالنهاية لما أنا أحكي عن حدا أنه هذا الشخص عنده مهارة، فمعناته أنه هذا الشخص عنده حصيلة فنية حصل عليها من التدريب. المهارة تعني أنه عندك قدرة، يعني إذا أنت شخص ماهر، شخص ماهر في شيء معين، فهذا ضمنياً بيعني أنه أنا عندي قدرة. والقدرة هاي جاي من وين؟ جاي القدرة من قدرتك على الأقل استخدام المعلومات اللي حصلت عليها بشكل نظري، وأنت قادر تطبقها بشكل عملي. لما تطبقها بيكون في طريقة معينة لتطبيقها، في دقة معينة، في سرعة معينة، أنت أفضل من غيرك. يعني بمعنى إحنا بنحكي عنها بالبزنس إنه إيش بيكون عندك ميزة تنافسية، عندك ميزة عن الآخرين. فرق بين الشخص الماهر والغير ماهر إنه الشخص الماهر بيكون عنده ميزة على الآخرين، سريع دقيق، بتبع طريقة معينة، سريع دقيق بنجز لي العمل المعين اللي أنا بطلبه منه بأسرع من الناس الآخرين. هلا عبارة عن ليش حكيت أنا عن الابتكار والإبداع إنه بيفرقوا، أو ما بصير أحكي عنهم إنه هدول عبارة عن ابتكار أو إبداع؟ القدرة على الإبداع والابتكار بالتعريف الأولي إنه نبعد إنه نطلع عليهم إنه هدول مهارة، لا. عشان يكون عندي ابتكار وإبداع لازم يكون عندي مزيج. البني آدم اللي بده يكون عنده ابتكار وشخص مبدع أو مبتكر بده يكون عنده قدرات، إما إنه هاي القدرات تكون انولدت معه أو إحنا قدرنا ننميله إياها مع الزمن. لازم يكون عنده معرفة نظرية بهالأشياء اللي بده يبدع فيها، على الأقل عارف الأساسات النظرية والأساسات العلمية لها. والرقم ثلاث من الشروط المبدع إنه هذا الشخص يكون عنده مهارة، ينجز العمل بدقة وبسرعة وبالطريقة الصحيحة أو الطريقة المتعارف عليها. كثير هلا لما نيجي نطلع على تعريفات اكثر دقه للمهاره، راح نشوف تعريفين على الاقل لمفهوم المهاره وتحديدا مفهوم مهارات الحياه. طبعا قبل ما ابلش بالتعريفات، احنا بنعرف المهارات يعني نطلع عليهم بشكل عام. في عندي نوعين من المهارات اللي احنا ممكن نكتسبها كاشخاص. في عندنا، راح احاول اترجمهم بالعربي لكن بعرفش قديش الترجمة راح تكون صحيحة، إذا حدا فيكم من تبعون الإنجليزي بيساعدني من الموجودين بيكون منيح. في مهارات إحنا بنسميها مهارات الناعمة soft skills، في مهارات اسمها مهارات hard skills اللي هي المهارات القاسية أو مهارات الغير ناعمة. هلأ المهارات الغير ناعمة أو المهارات اللي بنسميها hard skills اللي عبارة عن المهارات اللي إحنا بنكتسبها من خلال المعرفة، من خلال الجامعات والمدارس والمعاهد، من خلال الأشياء اللي بنتعلمها. إحنا بنتعلم رياضيات وبنتعلم فيزياء وبنتعلم أحياء وبنتعلم نظريات بعلم التربية ونظريات بعلم النفس، وبنشوف شكسبير إيش كتب ومش عارف مين إيش كتب بالتخصصات المختلفة. هاي كلها بتساهم بإيش؟ بتساهم إنه أنا يكون عندي hard skills، يكون عندي أساس
علمي متين أو أساس أدبي مدين متين في التخصص اللي أنا موجود بداخله. تمام، هذا النوع الأول من المهارات. النوع الثاني من المهارات اللي هو بنسميها المهارات الناعمة أو المهارات السوفت سكيلز. إيش هي المهارات السوفت سكيلز؟ اللي هي عبارة عن مهارات بتلزمك حتى تكمل حياتك، زي مثلاً نطلع على مهارات التواصل، مهارة الاستماع، مهارة التواصل، مهارة حل المشكلات، مهارة اتخاذ القرار. كلنا ممكن نكون درسنا نماذج معينة كيف نتخذ قرار أو كيف نحل مشكلة، كلنا ممكن نكون درسناها ودرسناها من نفس الكتاب ومن نفس المصدر، لكن لما نواجه مشكلة معينة مش بالضرورة أنه كلنا نحل المشكلة بنفس الطريقة الموجودة، كل واحد راح يحلها بطريقة مختلفة. أفضل الناس دائما اللي بيكون عندهم مهارات السوفت سكيلز، إذا توافرت عند هدول الأشخاص مهارة السوفت سكيلز اللي هي المهارات الناعمة ممكن يحصلون على حلول تكون الحلول تبعهم شو بنحكي عنها باللغة العربية أنجع أو أفضل من الحلول اللي حصلوا عليها الآخرين، لأنهم بيكونوا أخذوا بعين الاعتبار متغيرات متعددة. في أحد المقولات المشهورة اللي إحنا مندرسها بمجال الأتش، أحد المقولات المشهورة إنه الهارد سكيلز اللي هي بمعنى بين قوسين شهادتك العلمية ممكن توصلك إنك تأخذ وظيفة. شو ما كانت دراستك، شو ما كان الفيلد اللي أنت موجود فيه، شو ما كانت العلامة اللي أنت ماخذها علامة عالية ولا مخلص بA 4.0 ممكن توصل إنك تأخذ وظيفة. إيش اللي راح يخليك تستمر بهاي الوظيفة؟ شو اللي راح يخليك تستمر وتتقدم بالوظيفة إذا كان عندك soft skills؟ تمام؟ إذا كان عندي soft skills كل الأشخاص بعد ما نبلش إحنا بحياتنا العملية بالوظائف العادية تبعتنا بوظائفنا بغض النظر عن مجالاتنا، الوظيفة بنوصل لها من خلال الشهادة، بنقدم طلب بطلب منا الشهادات العلمية تبعتنا السي في الخبرات الدورات كلها بنقدمها، وصلنا للوظيفة. إيش اللي راح يخليني أستمر بهاي الوظيفة؟ الشيء الوحيد اللي راح يخليك تستمر وتتقدم دائما بوظيفتك هي عبارة عن اللي بنسميها مهارات الحياة أو المهارات الناعمة الموجودة عندك. لذلك ممكن جدا، وهذا بنشوفه بالحياة العملية، إنه حدا بتخرج معنا، طالب من الطلاب من دفعتك بتخرج معك تشتغل أنت وياه بنفس المكان، هو بيكون جايب معدل التراكم C بلس وأنت مخلص A، تبع السي بلس بتغيب عنه 3-4 سنين بتلاقيه صار مدير الشركه او بتلاقيه صار بمنصب عالي بالشركه، وتبع الاي راح تلاقيه موجود بنفس الوظيفه تبعته او مش موجود او موجود بنفس الوظيفه، بجوز يكون احسن واحد يعمل الوظيفه تبعته، ادق حدا بيعمل وظيفته، لكن ما له اي علاقات اخرى داخل المؤسسه. هلا التفسير العلمي ليش هذا ابو السي ولا السي بلس صار مدير وابو الاي ما صارش مدير؟ ابو السي بالغالب السي ولا السي بلس غالبا تم التفسير العلمي لهي الحالات انه هذا كان عنده مهارات حياه، عنده مهارات حياتيه او عنده سوفت سكيلز اعلى من الشخص اللي كان جايب معدل اكثر منه بالجامعه. فلو نيجي نعرف ايش يعني بمعنى المهارات الحياتيه كتعريفات، في عندنا تعريفين، واحد جايبين من منظمه الصحه وواحد من منظمه الامم المتحده. التعريف الاول بيحكي لنا هي عباره عن قدرات تمكن الافراد من القيام بسلوك تكيفي وايجابي يجعلهم قادرين على التعامل مع الحياه اليوميه وتحدياتها، وهي عباره عن مهارات شخصيه واجتماعيه يحتاجها الشباب لكي يتعاملوا بثقه وكفاءه مع انفسهم او مع الناس الاخرين ومع المجتمع المحلي. ايش ممكن نطلع نشوف ناخذ من هذا العنوان قريب؟ إشي مقنع هذا العنوان لمهارات اللي بنحكي عنها مهارات الحياة؟ قريب من الكلام اللي أنا كنت يعني اللي كنت أحكيه قبل شوي؟ أكيد قريب، يعني أنا بحكي عن خبرات ممكن يأخذ. لاحظوا كلمة إنه عندي أنا، شكرا، يعني بس لاحظوا إنه أنا عندي بحكي سلوك تكيفي بمعنى إنه الحياة ما بتمشي زي ما إحنا بدنا إياها، أو الحياة ما بتمشي زي على ورقة وقلم أو على خطوات 1-2-3 ولازم ما تطلع عنهم. لذلك إحنا لازمنا إذا إحنا بدنا نمشي بالحياة ونتقدم بحياتنا إنه نكون عندنا قدرة على التكيف مع الظروف المحيطة ويكون عندي نظرة إيجابية. إنه نكتسب من التجارب. نعم. إنه نكتسب من التجارب الإكسبرينس. زين، يعني نكتسب، نحاول دائما انه مش نحاول دائما نعلم حالنا كيف نتكيف مع الظروف الموجوده. ما في ظرف ابدا ما عمره راح يكون في عندي ظرف مناسب عشان اعمل شيء معين، ابدا ما راح يكون عندي وقت فراغ
عشان أقرأ كتاب. أنت لازم تخلق هذا الوقت. أبداً ما رح يكون عندي وقت إني أنا أتناقش مع زملائي إذا بدي أطلع عليها بورقة وقلم وأحسب من أول ما رح أصحى من النوم صباحاً لحد النوم مساءً. إذا بدك تحسبها بورقة وقلم ممكن ما تلاقي وقت عشان تناقش مع حدا مشروع التخرج اللي أنت وياه أو أنت وياها زميل اثنين زملاء أو زميلات بدهم يشتغلوا فيه لآخر الفصل. إحنا لازم نتكيف مع الظرف الموجود، نحاول نخلق وقت حتى نقدر إحنا نجتمع. في عندي شيء معين صار معي اليوم، مثلاً صار معي اليوم إني أنا طلعت من البيت شغلت سيارة طالع على الشغل بنشرت السيارة بالطريق، هذا راح أتأخر. في ناس راح يطلع على الموضوع بشكل إيجابي بشكل سلبي. إذا أنت عندك مهارات الحياة اللي هي soft skills المفروض تطلع على الشيء على الموضوع بشكل إيجابي. هلأ اللي صار صار، فتبلش تدور على حل للموضوع اللي صار وتأخذ الموضوع الإيجابي من هاللي صار معك بنشر السيارة مثلا. يعني أنا ممكن أفكر فيها دائما إنه إيه، ولو ما بنشرت السيارة ممكن لو مشيت شوي كان ممكن إن أنا راح أعمل حادث. البنشر ممكن يكون هذا كان واحد من الأسباب اللي أنقذتني من أنه يصير معي حادث، أني تأخرت عن منطقة معينة. لاحظ أنه بتحاول تقلب السلبي لإيجابي بطريقة التفكير اللي معك، هذا راح يساعدك أنك تكمل باقي يومك. أما إذا ظليتك متذكر موضوع البنشر الخمس أو العشر دقائق اللي صاروا معك الصبح وظليتك مكمل يومك، راح تصل على الشغل متأخر وراح تتمشكل مع الزملاء الموجودين، وإذا سألك المدير راح تتمشكل معه، وأي شغل راح تشتغله خلال اليوم ممكن راح تشتغله ويكون فيه أخطاء، والأخطاء هاي ممكن تتحمل العواقب تبعتها لأسابيع أو لأشهر إذا ما كانت راح تنهي حياتك بالعمل. تمام؟ فهذا نوع من منظمة الصحة العالمية عبارة عن إيش؟ بيركزوا على موضوع التكيف والإيجابية، إنه إحنا لازم نتكيف مع الظروف المحيطة فينا بالعادة بشكل طبيعي، إنه إحنا لازم نتعامل مع الظروف الموجودة حوالينا ونحاول دائماً إحنا نتكيف مع الظرف الموجود. يعني نقتنع دائماً إنه في متغيرات بالحياة وإحنا وظيفتنا إنه نتكيف معها. منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحكي لنا عنها عبارة عن مجموعة من مهارات نفسية وشخصية تساعد الأشخاص على اتخاذ قرارات مدروسة بعناية والتواصل بفاعلية مع الآخرين، تنمية مهارات التأقلم. لاحظوا كمان نفس الشيء على مقالات تكيف والتأقلم، كلمتين مترادفات مع الظروف المحيطة، وإدارة الذات التي تؤدي إلى التقدم والنجاح. بيركزوا منظمة الأمم الطفولة منظمة الأمم المتحدة للطفولة مركزين على موضوع التعريف على موضوع النفسي والشخصي للشخص. إنه ولاحظوا لما بنحكي عن مهارة حكينا بنقدر ننميها بالتدريب، معناته احنا بنقدر نشتغل على انفسنا. يعني لما انا احكي عن مهاره اداره الوقت، انا ممكن اكون ما في وقت معين بحياتنا، كلنا بحياتنا بعمر معين اوقات معينه ما عندنا قدره على اداره الوقت، لكن ممكن نتعلم كيف ندير الوقت. ممكن تتعلم، ممكن تسمع من حدا وتصير تمسك نوت وتسجل عليها بالساعه وبالايام وتحدد الاشياء البرايورتيز اللي بدك تعملها باليوم، الاشياء الاولويات، وليدر اون بحياتك تبلش تكون شخص منظم، بطل تستخدم النوت، بصير عندك قدره عاليه على قدره ومهاره على اداره الوقت. الاشخاص اللي عندهم مهارات اللي هي السوفت سكيلز او مهارات الحياه اللي احنا بنسميها السوفت سكيلز، دول الاشخاص بالعاده بيكونوا متزنين، عندهم اتزان. شو بسموهم كمان؟ عندهم اتزان، عندهم متسامحين مع الاخرين. هلا لما بيكون بده ياخذ قرار ما بيكون يفكر بس بحاله بالقرار، بيكون يفكر بالناس اللي حواليه، بيكون يفكر بتاثير القرار اللي هو راح ياخذه على الناس المحيطين فيه، كمان غير الناس المحيطين فيه البيئه اللي محيطه فيه، ابعاد القرار اللي راح ياخذه. عشان هيك بيكون قراراتهم نوعا ما مدروسه ومتزنه اكثر من غيرهم، وهذا اللي بيساهم انه هذول الاشخاص اللي بيكون عندهم مهارات السوفت سكيلز عاليه انهم بتقدموا بحياتهم العمليه. أي سؤال so far؟ بعض أنواع المهارات أو تصنيفات المهارات، مقسمين لنا كتابنا المهارات لأربع أنواع. في بعض المهارات بسموها مهارات إدارية اللي هي بتشمل الوعي بالذات، قديش قدرتك على فهم نفسك أولاً، قديش أنت بتقدر نفسك، قديش تثق بنفسك، قديش انت عندك شعور بالمسؤوليه، وقديش عندك قدره على مقاومه الضغوط. لاحظ كلها عباره عن دارجينها تحت
مسمى مهارات إدارية. النوع الثاني من المهارات اللي بحكينا عن مهارات إدراكية. لاحظ المهارات الإدراكية عبارة عن الأشخاص اللي بتصفوا بكون الأشخاص اللي بتصفوا بهاي المهارات بيكون عندهم قدرة على التفكير الإبداعي، التفكير النقدي، اتخاذ القرارات الصحيحة، وعندهم قدرات عالية على حل المشكلات. بعض التصنيف الثالث بحكينا عن مهارات اجتماعية، إصغاء تواصل، تفهم وقبول الآخر، تأكيد الذات، ومهارات التفاوض. المهارة الرابعة اللي هي مهارة مهارات العمل المشترك، which is تتعلق بعمليات التخطيط والقيادة والقدرة على العمل مع فريق، القدرة على العمل بحملة أو مبادرة أو القيام بحملات أو مبادرات. عندنا أربع أنواع من أو أربع تصنيفات لمهارات الحياة. هلا مين فيهم مهم؟ كلهم مهمات. لاحظ إنه إحنا بنحكي عن مهارات، ركز دائما وإحنا بنحكي على عنصر المهارة إنه أنت ممكن يكون عندك هاي المهارة. كيف ممكن هاي المهارة تصير عندك؟ إنه بدك تتعلمها أولا، تدرك. هلا زي ما رايحين نشوف على سلم المهارات أو على السلم التدريج أو السلم، إني أولا إنه تكون قادر على إنه يكون عندك وعي أولا إني أنا أحتاج إنه في مهارة بهذا الشكل، يكون عندك رغبة إنك تتعلم هاي المهارة، بعدين تتدرب عليها، بتجربها، تكرارها راح يوصل إنه المهارة راح تصير موجودة عندي. فممكن تتعلم المهارات هاي، ممكن أنت تتعلمها، مش شرط إنها تنولد معك أو تكون عبارة عن أشياء فطرية مولودة معك. أهداف ليش بنتعلم المهارات الحياتية أو بنحب تكون موجودة عندنا؟ بحكي لنا أولاً تنمية ثقافة المتعلم بقدراته. حتى أشخاص كثير بيكون عندهم قدرات ومهارات، ممكن هدول أشخاص يكون إما المهارة مش واصلة حد الإتقان عنده لحد 100%، أو يكون عنده الشخص عنده مهارة وهو ما بيعرف عن المهارة. فلازم لازم يكون عندنا من أهداف تعليم المهارة نحاول ننمي ثقافة المتعلم، نعرفه على أنواع المهارات اللي ممكن تكون موجودة إنه حتى يقدر يكتشف نفسه. رقم اثنين من الأهداف تعليم المهارات اللي هي القدرة، تنمية قدرة المتعلم على حل المشكلات الحياتية. كل حياتنا حياتنا العملية تنوصف إنه فيها مشكلات، في مشكلات محلية، عائلية، مشكلات في العمل، مشكلات في البيئة، مشكلات عالمية. الأشخاص اللي عندهم هالمهارات ممكن يساهموا ويفكروا باللي بسموها خارج الصندوق حتى يوجدوا لنا حلول لهالمشاكل الموجودة. كمان المهارات مهمة حتى نقدر نتفاعل اجتماعيا ونتواصل مع الآخرين، ومهمة كمان حتى نقدر نفكر بشكل منطقي بشكل علمي فيما يدور حولنا. الدرجات الأربعة اللي هي بسمينا هي كيف نكتسب المهارة، اللي هي على شكل هرم سلم التعلم learning ladder أو كيف نكتسب المهارة، بيحكينا أنه في عنا أربع درجات أو أربع خطوات كيف إحنا نقدر نكتسب مهارة معينة. الخطوة الأولى أو الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى إذا بدنا نسميهم مراحل، بيحكينا في عنا مرحلة اللا وعي ولا مهارة. شو يعني لا وعي ولا مهارة؟ أنا ما بيكون عندي في شيء معين مهارة معينة، أنا ما عندي هاي المهارة، مش بس ما عندي المهارة وما عندي وعي إني محتاج هاي المهارة، ما بعرف عنها إشي. يعني حدا بيحكي عن الوقت، لا عندي وعي إنه الوقت لازم يندار بشكل صحيح وإنه الوقت ممكن يستغل، ولا عندي مهارة بإدارة الوقت. تمام؟ مش لازمك هذا، يعني انه الموضوع هذا يكون في وقت معين اللي عمر الطفوله، خلينا نحكي مش مهم عنده هذا الموضوع اداره الوقت، مش مهم كثير موضوع اداره الوقت، ايش يعمل وايش ما يعمل باليوم، ما في مسؤوليه عند الشخص. المرحله الثانيه انه يصير عندي وعي، لكن يصير يكون ما عندي مهاره. شو يعني بصير عندي وعي؟ في عندي موضوع الوقت، صرت واعي انه هذا الوقت لازم يندار بشكل صحيح، لكن انا ما عندي مهاره إني أدير هذا الوقت. وهي بداية، إذا بلشت يعني إذا بلشت تفكر إنه في موضوع معين، في مهارة معينة موجودة أنت واعي إنها موجودة، لكن أنت ما عندك مهارة، وهذا رح يبني لك إشي حب إنك أنت يصير عندك هاي المهارة. هاي بتكون بداية درجات إيش؟ بداية درجة أول درجات التعلم، إني أبلش أبحث وأحاول أتعلم هالمهارة الموجودة. رح تضلك بهاي المرحلة لحد ما يصير عندك المهارة.
تتعلم وتجرب أكثر من مرة لحد ما يصير عندك المهارة. بهاي المرحلة بتنتقل للدرجة الثالثة أو المرحلة الثالثة، مرحلة الوعي والمهارة. يعني بيكون عندك واعي إنه الوقت موجود والوقت لازم يدار، وعندك مهارات إدارة الوقت. هذا وعي ومهارة، فبتكون تتصرف دائما بيومك بوعي. هاي بتكون بدايات، دائما بدايات تعلمك المهارة حسب قد ايش صعوبة المهارة اللي انت تعلمتها. احيانا ممكن هاي الفترة تكون شهر شهرين سنة، ممكن تكون سنتين، انك انت بتكون تتصرف بطريقة واعية وانت بتعمل كل شيء خلال يومك، لانك متصف انه عندك وعي وعندك المهارة، فبتكون تتصرف بطريقة واعية. المرحلة الرابعة اللي هي المرحلة النهائية، اللي مرحلة اللي انا بيكون عندي مرحلة عندي المهارة، عندي الإتقان والمهارة بنسبة عالية، دقيق بنسبة عالية، وما عندي وعي. شو يعني ما عندي وعي؟ يعني بتصرف فيها بتصير عبارة عن شيء من أبجديات الحياة، أنت بتتصرف بدون ما تفكر، بس عندك المهارة بتتصرف بشكل صحيح. يعني بتتصرف عقلك اللاواعي بيكون يتصرف بدون أنت ما تفكر، لكن أنت عمال بتشتغل بالطريقة الصحيحة، بيكون اكتسبت المهارة الصحيحة. واضح هذا السلم؟ واضح. النقطة الرابعة تحديدا، عشان يعني كمان بس يعني مثال صغير عليها، مرحلة المهارة واللاوعي تكون واضحة عنا. بتشوفوا الناس اللي بيقودوا السيارات، انت بتقود سيارة صح؟ بالبداية حياتنا اول ما احنا نبلش نتعلم القيادة السيارات، بالبداية باول اشهر حتى لو كان معك رخصة، بتكون وانت عمالك بتشتغل بالسيارة، الناس اللي بيشتغلوا بالاستكشف الجير العادي مثلا، بيكون عماله بتطلع وين الواحد وين الاثنين وين الثالث وين الرابع، وعماله بتطلع وهو حتى ومعه رخصة، عنده مهارة انه يسوق واخذ رخصة وصار عنده قدرة، لكن بتصرف بوعي. بعدين بعدها بتكون بجوز بالبدايات اصلا لما حدا يبلش قياده السيارات بيكون مش حابب انه حدا يكون معه، بتحس انه اذا حدا جنبك ممكن يخربطك، خليك ما تعمل إشي صح وانت سائق بالسياره. لكن ليدر اون هلك بتكون ماشي بالسياره، بتكون بتشرب قهوه وبتاكل وبتسمع مسجل وبتحكي مع اصحابك وبتسوق بالسياره. هلا فعليا ليش بصير معك هذا الشيء؟ كيف صار هذا الشيء انه انا عمالي بسوق وانا بدون ما افكر بموضوع السواقه؟ صارت عندي المهارة، فبصير صار عندي المهارة. عندي مهارة، فالعقل عقلي باللاواعي، العقل اللاواعي عندي بيكون مشتغل، يعني أنا منتبه للسواقة مع إني بعمل كل هدول، لكن خبرتي ومهارتي بتسمح لي أعمل كل هدول. عقلي اللاواعي هو اللي بيقود السيارة مش العقل الواعي، تمام؟ بالعقل الواعي المفروض أنك ما بتقدر تعمل كل هاي الأشياء مع بعض. دول السلايز بيشرحوا لنا المراحل الأربعة، وهذا زي رسم سكتش كمان بتعطيني المراحل الأربعة. أي سؤال لحد الآن؟ لا دكتور بس واضح. هلا في عنا موضوع اللي هو موضوع الوحدة، بحكي لنا بعد تعريف المهارة والقدرة والمعرفة وسلم اكتساب المهارات، بحكي لنا عن واحدة من المهارات اللي هي مهارة معالجة المعلومات ومهارة الاستذكار. مهارة الاستذكار تحديداً من المهارات المهمة جداً إلنا كطلبة، مظبوط إلكم كطلبة، تستذكر إشي وإنت بالامتحان كنت درست مادة طول الفصل ودرست عليها 3-4 أيام وبيجيك سؤال بالامتحان، وبعدين يصير بدك، في ناس بيكون يحكي لك أعطيني أول كلمة من السؤال، في حدا ما بتذكرش. هذا اللي هو بتعلق بالاستذكار. الاستذكار على فكرة عبارة عن مهارة، إذا بتتعلمها بالشكل الصحيح غالباً ما رح تنسى شيء، إذا تعلمت بالشكل الصحيح، إذا أتقنت هاي المهارة بالشكل الصحيح. فالموضوع مش حفظ بقدر ما هو موضوع مهارة حتى تقدر تستذكر. هلا بموضوع الاستذكار، النظرية اللي ناقشت لنا هذا الموضوع، واحدة من النظريات المهمة، نظرية معالجة المعلومات Information Processing Theory، واحدة من النظريات بعلم النفس اللي ناقشت لنا موضوع الاستذكار ومعالجة المعلومات وتحدثت عن الذاكرة، رح نيجي لهذه النظرية. وعندنا كمان بحكينا رح ناخد أشياء عن الذاكرة، أقسام الذاكرة،
الذاكره اللي موجوده عندنا كم قسم، وراح ناخذ بعض الاشياء اللي ممكن تساعدنا زي رباعيات مهاره التذكر اللي تساعدنا حتى نقدر نتذكر بالشكل الصحيح، وكيف نوظف هاي المهاره في حياتنا العمليه، وكيف نعمل استذكار فعال، نكون فعالين بعمليه الاستذكار. اولا نظريه الانفورميشن بروسيسنج ثيوري، هاي النظريه حاولت تفسر لنا كيف عقل البني ادم بيشتغل، كيف عقلنا كبني ادمين كافراد كيف نشتغل، كيف بيشتغل المخ عندنا بعمليه جمع المعلومات وتحليلها وعمليه استرجاع المعلومات. فتقريبا شرحت لنا انه مخ البني ادم يشبه بحد كثير جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل عليه اللابتوب، الكمبيوتر هو عباره بمر بعده مراحل حتى نحصل على نتائج. المرحله الاولى هلا باي كمبيوتر انه لازم نعمل عمليه ادخال للمعلومات، صحيح؟ في معلومات معينه احنا لازم نعملها ادخال، الداتا انتري، لازم ندخل معلومات معينه على هالجهاز، اما بندخلها بشكل مباشر او بندخلها على سوفت وير معينه موجوده بندخل هالمعلومات. هلا شو وظيفه الجهاز بيكون؟ بيعمل عمليه معالجه، عملت عمليه معالجه وتحليل المعلومات اللي احنا دخلنا له اياها. هلا بعد ما يعمل عمليه المعالجه بيطلع لنا مخرجات نتائج لهالعمل. وهو عقل البني ادم هو عباره عن شبيه طبعا اكثر تعقيدا بالاف ولا ملايين المرات من جهاز الكمبيوتر، لكن هذا ابسط تفسير او من الاشياء اللي قدرنا اللي قدروا العلماء يفسروا فيها كيف يعمل عقل البني ادم. فحكوا لنا انه العقل البشري مثل الكمبيوتر، بيسجل معلومات، باخذ معلومات بيسجلها بيدخلها، بتدخل داخل عقل البني ادم داخل البرين الدماغ، بتتم عمليات معالجه لها، بعد عمليه المعالجه بيطلعوا نتائج. بعض العمليات او بعض المعلومات بيتم تخزينها داخل دماغنا، وهي المعلومات انه بنرجع بعد فترات بنرجع نسترجعها مره ثانيه، زي لما تخزن شيء على الجهاز على فولدر معين وترجع بعدين بعد سنه او سنتين ترجع، او بعد شهر او بعد يوم ما تحتاجته ترجع تفتح عليه مره ثانيه، تخزنه على الميموري تبعت الجهاز. تمام؟ فهي هي النظريه، النظريه عباره عن تشبيه لعقل البني ادم ب جهاز الكمبيوتر. واعطونا هلا دخلنا بعقل البني ادم بهي النظريه، حكونا كيف يتم او كيف يعالج الانسان دماغ الانسان، كيف بيقوم بمعالجه المعلومات وبيطلع لنا نتائج. فحكونا في عندنا مراحل في دماغ البني ادم. المرحله الاولى انه اولا المخ ببلش يستقبل معلومات خارجيه اللي هي زي المدخلات اللي احنا بنستخدمها، الارقام او المعلومات اللي بندخلها على اجهزه الكمبيوتر. هلا ببلش بعقل البني ادم انه ببلش يدخلها، عقلنا بيفرق عن الكمبيوتر انه احنا بنبلش ايش نعمل، الكمبيوتر لازم نفهمه كل رقم بندخله ايش معناه، عقل البني ادم لا، هو ببلش يعطيها معاني مختلفه. طبعا وهذا الفرق بين بني ادم وبني ادم اخر، انه ممكن كلنا ناخذ نفس المعلومه لكن كل حدا فينا يبرمجها بمخه يدخلها يخزنها بمخه بمعنى مختلف. ليش المعنى المختلف هذا بصير؟ بصير لأنه مش كلنا بنفهم زي بعض، مش كلنا عندنا نفس الخبرات ولا مارين بنفس الظروف ولا نفس التجارب عشان نعطيها نفس المعنى. الكمبيوترات أسهل لأن الكمبيوتر أنت بتعرف له إيش هذا، يعني لما تحكي له لون أحمر تكتب له لون أحمر وتعطيه رمز رقم واحد، الكمبيوتر بيضل فاهم إنه واحد رقم أحمر. إحنا لما تحكي عن حال عن اللون الأحمر عندنا كم أحمر بيجي ببالنا، يعني كم أحمر ممكن نخزن؟ كم حدا فينا ممكن يشوف لون يحكي عنه أحمر واللي جنبه يقول هذا مش أحمر؟ هذا راح نبلش يعطي درجة حسب اللون، حتى إحنا وإحنا اللون بنعطيه معنى معين، بنعطيه شكل معين وبنخزنه عنا بشكل معين. هلأ المرحلة الثانية مرحلة احتفاظ ببعض المدخلات على شكل معين، بنخزن بعض المدخلات. كمان التخزين هذا من الفروقات اللي بتصير بيننا كأشخاص أو كأفراد، إنه عملية التخزين عندنا مش كلنا عندنا نفس القدرات على تخزين المعلومات. لذلك كطلبة هلأ بامتحانات بنشوف إنه بندرس وحدة معينة تشابتر معين، سألنا سؤال عن بتعلق بهذا التشابتر، في ناس بيكون عنده قدرة إنه
قرأ ودرس ودخل المعلومات اللي عنده، لما يجي يكتب عنده قدرة أن يكتب لنا تشابتر من A to Z من أول إلى آخر. في ناس عنده قدرة أنه فقط يكتب أول صفحتين أو أول صفحة، في ناس عنده ما عنده قدرة أنه يكتب له أكثر من ثلاث أو أربع أسطر، تمام؟ هذه اللي عندنا قدرات مختلفة. بالكمبيوترات اللي تطلع عليهم الذاكرة اللي بيخلي الكمبيوتر أغلى من الثاني أو بيرفع سعر الكمبيوتر، كثير من الحالات اللي هو إيش؟ واحدة من العناصر اللي بتساهم برفع السعر الذاكرة، قديش في ذاكرة على هذا الكمبيوتر. هلا المهمة الثالثة بدماغ الإنسان إنه كيف يتم عملية استدعاء ما تم تخزينه واستخدامه في وقت مناسب. متى أنا خزنت معلومات عندي بدماغي إنه قديش عندي قدرات إني أقدر أسترجع المعلومات اللي خزنتها بالوقت المناسب. يعني أنا كمان نفس الشيء، لأنه هذا الموضوع استذكار بتعلق بالطلاب، آسف بعرفش أعطي أمثلة على الامتحانات، لكن بالامتحان أنا بهمني اللي درسته أو اللي ذاكرته أو اللي حفظته أسترجعه بوقت الامتحان، بالوقت اللي أنا الساعة اللي موجود فيها أو الساعتين اللي موجود فيهم بالامتحان. ما رح يكون له قيمة إذا بس سلمت الورقة تبعت رجعت تذكرت كل شيء، تمام؟ هاي المراحل اللي بمر فيها مرحلة مراجعة معالجة المعلومات. أولاً لازم يكون في معلومات تدخل. المعلومات هلأ راح نشوف من وين بتيجي، معلومات خارجية، راح نشوف من وين بتجينا هالمعلومات. ثاني شيء راح خلال المرحلة الأولى راح يصير عملية ترميز أو عملية إعطاء معاني، نسمي لكم إياها بكتابكم، نعطي معاني لكل معلومة عمالها بتوصل لنا. رقم اثنين، من هالمعلومات اللي موجودة بنبلش نحتفظ ببعض المدخلات داخل دماغنا. رقم ثلاث، نبلش نستدعي بهالمعلومات لما نحتاجها. لاحظ انه حكينا عن انه في عندي معلومات خارجية او مدخلات. من وين احنا بتجينا المدخلات بالعادة؟ مدخلات بتجينا بالعادة من اغلبها مدخلات، مثلا ممكن نطلع على مدخلات حسية او ادراكية او مدخلات جاية من عمليات انتباه لشيء معين. شو بنقصد بالمدخلات الحسية؟ عندي هاي الصورة. ايش هي المدخلات الحسية؟ المدخلات الحسية الأشياء اللي احنا بنقدر نحس فيها اللي بتتعلق بالحواس الخمسة، أشياء سمعناها أو أشياء تتعلق بحاسة الشم، شميناها، لمسناها، شفناها، أو أشياء حكيناها أو انحكت أمامنا. فلاحظ إنه هاي عبارة عن مدخلات للمدخلات اللي بتدخل عنا على دماغنا واللي احنا بتطلب منا بعد هيك إنه بعد هيك انه احنا نبلش نعالج فيها، نحتفظ ببعض الاشياء. احنا نسمع اشياء كثيره، لكن انت بتكون جالس في جلسه معينه وناس كثير عمالهم بيحكوا حكي كثير بنحكي، رايت؟ هلا قديش انت بهمك الكلام اللي موجود وقديش بتخزن من هذا الكلام؟ هلا معقول انه انت بتكون موجود بجلسه بتخزن كل شيء موجود؟ اكيد لا. في اشياء معينه، الاشياء المعينه هاي بيكون فيها ايش؟ لفت انتباه. لاحظ انه هذا الانتباه لفتت انتباهك، اثنين بيحكوا بموضوع معين لفت انتباهك، او ادركت انه هذا الموضوع راح يكون مهم بالنسبه لك. بهي الحاله انت بتبلش تاخذ بهي المعلومات او بتسمع بايش عمالهم بيحكوا الاشخاص اللي حواليك. اذا بلشت تسمع منهم مباشره راح تروح على دماغك يبلش يعالج فيها، في اشياء مهمه راح يحكوها واشياء غير مهمه، فراح تنتقل بالبدايه لذاكره اللي هي ذاكرة قصيرة المدى راح تحتفظ فيها لفترة معينة. مخك وهو بيعالج فيها راح خلال، يعني هذا العملية بتتم خلال الكتاب عندكم بيحكي خلال 15 ثانية، هو أكتوال خلال 30 ثانية، 20 ل 30 ثانية. انت بيكون دماغك قرر انه هاي المعلومة مهمة ولا غير مهمة. اذا مهمة باخذها على الذاكرة طويلة المدى، اذا غير مهمة بتضل بالذاكرة قصيرة المدى، بمعنى انه اذا ما عادت قدامك اكثر من مرة بتنساها. وهذا اللي بيصير ليش احنا احيانا ما بنتذكر اشياء معينه. لاحظ بنحكي عن استذكار، معالجه المعلومات والاستذكار، عشان انا اتذكر شيء لازم اعيده، لازم اعيده، وعشان اعيده كل ما كان استخدامي استخدمت الحواس الخمس اللي موجود عندي استخدمتهم، كل ما كان استخدامي اكثر او استخدمت كامل حواسي الخمسه لما في موضوع معين معلومات معينة، هذا راح يسهل علي استذكارها. إذا كانت عندي حاسة واحدة فقط اللي أنا بستخدمها،
هذا راح يكون بسهولة أني راح أنسى هاي المعلومة. لاحظ لما نكون نحكي أنت بمحاضرة، محاضرة أونلاين ولا محاضرة فيس تو فيس؟ لما تكون بالمحاضرة الفيس تو فيس، إيش الحواس اللي بتستخدمها؟ السمع والنظر. السمع والنظر والتحدث، كلام نفهم، كلام انه عماله انت بنحكي لك كلام وانت بتقدر تجاوب عليه بشكل مباشر سريع ومباشر. عنصر النظر انه عمالك انت متابع الشخص اللي بعطيك نظر، نظرك متابعه، في عمالك بتقرا بتشوف الانفعالات اللي على الشخص اللي عماله بيحكي معك، حتى حاسة الشم موجودة انك انت شامم المكان اللي انت موجود فيه، فممكن انه معلومة معينة تنحكى بمحاضرة معينة خلال انه انت شميت ريحة معينة. فلاحظ راح يرتبط المعلومة بايش؟ بدماغنا ايش راح يرتبط؟ انه هاي المعلومة راح تدخل بمخنا مع اشتغال حاسة الشم، فممكن اتذكر، ما انسى المعلومة بس اتذكر ايش اللي شميته فارجع اتذكر المعلومة. شوفي كمان عندي كمان حاسة مهمة، لاحظ نحكي عن الكتب انه كتابي مش معي، اذا معي الكتاب وانا بكتب باخذ ملاحظات وبكتب، فلاحظ اني انا استخدمت العناصر ايش، العنصر التاتش اللي هو عنصر ايدي، وانا عمالي بكتب وبلمس الكتاب. كل ما كان عندي استخدام اكثر للحواس هذا راح يساعدني بعمليه الاستذكار بعدين او بعد فتره لما اطلب المعلومه من دماغي. لذلك واحده من الطرق المهمه جدا انه عشان ادرس وأنجح وما أنسى شيء، إنه إيش أعمل؟ أسمع، أحضر المحاضرة، بمعنى إنه أسمعها وأشوفها وأسمعها، أمسك الكتاب وأقرأه، يعني بإيدي أمسكه وأقرأه. كثير ناس تفضلوا هلأ نعملنا بنقرأ إلكترونيك أو بنقرأ بطرق إلكترونية، أفضل إني أمسك الكتاب وأقرأه بإيدي، يعني عندي حاسة اللمس اشتغلت. إذا قدرت إني أكتب وألخص، اكتب كلمات معينه زي ما رايحين نشوف يعني من هون لاخر الشابتر اللي بشكل مش رايحين نكمله اليوم، لكن اذا قدرت اكتب والخص واعمل خارطه هذا راح يعمل عمليه اني شنو، انا راح اخزنه بالذاكره طويله الامد وراح اخزنه بطريقه صحيحه في اي وقت من الاوقات بدي استذكر راح استذكره بطريقه صحيحه لاني اشتغلت على حالي بكون اشتغلت على هالمهاره اللي موجوده. تمام، فلاحظوا انه هلا بدنا نحكي عن ايش، نحكي عن أنواع الذاكرة. بدأنا وصلنا لهون نحكي عن أنواع الذاكرة، حكينا عن ثلاث أنواع للذاكرة. في عندي ذاكرة حسية، ولاحظ الذاكرة الحسية اللي هي مرتبطة بالحواس الخمسة، بمعنى أي شيء ممكن تتذكره بيكون مدخلاته عبارة عن واحدة من الحواس الخمسة، واحدة أو ثنتين أو كل الحواس اللي موجودة، بعدين تنتقل لذاكرة، الذاكرة اللي بسموها ذاكرة قصيرة المدى أو الذاكرة العاملة، هاي الذاكرة اللي احنا بنشتغل فيها لكن الزمن تبعها بيكون ما بتجاوز 20 ل 30 ثانية، ما بتجاوزش نص دقيقة، بصير عملية تخزين لكلمات وأصوات وأشياء حسيناها، أشياء شميناها. إذا بدنا إنه هاي المعلومات حسينا إنها مفيدة راح يصير لها عملية نقل على الذاكرة طويلة المدى اللي هي عبارة عن الخزان، عبارة عن الـ CPU Central Processing Unit، المخزن اللي بيكون موجود بالكمبيوتر اللي احنا بنخزن عليه كل المعلومات اللي نشوفها مهمة، بنربطها بمعاني معينة بأشكال معينة، وبنحاول انه ليدر انه اذا احتجناها انه نقدر نطلبها من هالذاكرة اللي موجودة عليه. اي سؤال عليهم لهنا؟ لا دكتور كل شيء واضح، كل شيء واضح. طيب راح نوقف احنا هنا، راح نوقف هون عشان نكمل المرة القادمة ان شاء الله مع الوحدة الجاي عشان اكون عرفت التفاصيل، تفاصيل المادة. في اشياء مطلوبة منكم انتو حكى لي الدكتور عباس ونسيتها، انا شايف مني نسيت عشان كنت مشغول بنحكي عن الذاكرة. مزبوط، الدكتور عباس حكى معي بوقت انا كنت مشغول فيه، كل إجاباتي كانت أوكي أوكي.